بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة، فقرة الصرف لا كونجيغيزون دي فيرب لي مود إي لي طون. طبعا كنا رأينا فيما سبق لو مود إنديكاتيف، ثم لو مود كونديسيونيل، لو مود سوبجونكتيف، لو مود بارتيسيب، ثم رأينا لو مود إمبيراتيف، خاصة الامبيراتيف بريزون بما يشبه الأمر. ثم في هذه الفقرة سنرى لو مود جيرونديف، كما نلاحظ أنه يتضمن زمنين، لو جيرونديف بريزون و لو جيرونديف باسي. لو جيرونديف بريزون و لو جيرونديف باسي. لو جيرونديف est un mode impersonnel utilisé comme un adverbe. Il exprime par rapport au verbe principal une action simultanée. Il exprime par rapport au verbe principal une action simultanée. Le gérondif est un mode impersonnel. Et dans le tariq à tsarf, les sept mouta'alliqa bid-dama'ir. La yusarraf ma'a dama'ir. Utilisé comme un adverbe. Yustamel kadarf. Annahu yasif el fi'l mathalan. Il exprime. Et dans le yu'abbir an. Par rapport au verbe principal, et d'un ou yu'abbir, بالنسبة لفعل أساسي عن, une action simultanée. Yu'abbir عن فعل موازي. أنا أقوم بفعل وفي نفس الوقت أقوم بفعل آخر. إذن هذاك الفعل الآخر هو اللي تعبر عليه هاد لو جيرونديف. لو جيرونديف بريزون. On peut le voir du gérondif présent. Le gérondif indique une simultanéité et d'un ou yadul à l'intézamoun entre deux actions dont le sujet est identique. Et d'un le gérondif présent indique une action, une simultanéité. Yadul à l'intézamoun entre deux actions. Bine fi'lin. Dont le sujet alladhi fa'iluhuma. نتكلم عن الحدثين دون لو سوجي الذي فاعلهما ايتيدونتيك، انه نفسه، انه نفسه، انه مماثل كما نقول متماثل او انه نفسه. اذا تنتكلم على واحد الحدثين قام بهم فاعل واحد. Il est souvent introduit par la préposition en. Il est souvent introduit. اذا هو في الغالب introduit. أنه مسبوق. يكون مسبوق. نتكلم عن لو جيرونديف. Il est souvent أنه في الغالب introduit. مسبوق. يكون مسبوق. Par la préposition en. بالحرف en. Il est invariable. إذن هو غير متحرك. مادام أنه لا يصرف مع الضمائر. إذن هو يكون غير متحرك. أو أنه يكون ثابت. نتكلم عن كلمة. تكون ثابتة. نتكلم عن كلمة. مشتقة من فعل تكون ثابتة. اكزومبل أمثلة. Il rêve en marchant. يحلم ماشيا. إذا هو يحلم ماشيا. En marchant. كما تنشوفوا عندنا marchant. ثم يكون مسبوق بعد en. إذا نتكلم عن لو جيرونديف. هاد لو جيرونديف تعبر على لا سيمولتانيتي. على التزامنية. إذا نتكلم عن المشي. الذي يتزامن مع الحلم. لو فيرب برينسيبال، لو فيرب برينسيبال سي لو فيرب غيفي. اذا في هذا المثال الفعل الاساسي هو غيفي، هو حلم. اذا il rêve en marchant. اذا هو يحلم ماشيا. هذيك en marchant هذا هو لو جيرونديف بريزون. سي اون ترافايون كيل ا ريوسي. C'est en travaillant qu'il a réussi. إنه بالعمل. كما نقول أنه عاملا. Qu'il a réussi بأن نجح. إنه عاملا بأن نجح. كما نقول أنه بالعمل هو نجح. ولكن هنا تجي على شكل جيرونديف كما تنشوفو. C'est en travaillant. C'est en travaillant qu'il a réussi. إنه بالعمل بأن نجح. طبعا العمل هو لو ترافاي.
هنا بالترجمة تجي بهذا الشكل، لكن في اللغة الفرنسية طبعا المعنى يكون على حساب هاد الكتابة وعلى حساب هاد القراءة. طبعا طبعا كما تلاحظوا بأن لو جيرونديف بريزون أنه يشبه لو بارتيسيب بريزون. لو بارتيسيب بريزون كما رأينا أنه تيجي كأدفيرب عندما نصف الفعل، عندما نعتبر هذه الكلمة كوصف للفعل، وكما رأينا بأنه يأتي أيضا كأدجكتيف وصف لشيء معين أو لشخص ما إلى غير ذلك. نتكلم هنا عن لو جيرونديف بريزون الذي يدل على التزامنية، إذا نأخذه بهذا المفهوم. وكما نلاحظ بأنه يكون في الغالب مسبوق بهاد أون، إذا كما رأينا الآن إل غيف أو مارشون. فلو بارتيسيب بريزون كما رأينا فيما سبق إل ألي أليكول أون شونتون، كيف يذهبون إلى المدرسة؟ هم يذهبون إلى المدرسة مغنين، إذا إل ألي أليكول أون شونتون كما رأينا. إذا إل غيف أون مارشون، إذا هو يحلم ماشيا. La construction du gérondif présent, on rajoute la terminaison en, كما رأينا فيما سبق, نضيف le préfixe en. إذا on rajoute la terminaison en. نضيف ant à la racine du verbe. نضيفها إلى أصل الفعل. Pour les verbes qui changent de racine, بالنسبة للأفعال التي تغير أصلها، إذن on se base sur la racine de la première personne du pluriel de l'indicatif. عندما لو فيرب ألي طبعا il change de racine، إذن هو يغير أصله. نقول j'aurai، tu vas، il va، ثم نقول nous allons، vous allez. إذن كما تشوفوا أصل الفعل أنه تتغير. إذن أشنو اللي غناخدو هنا واللي غنضيفو عليه أن تي باش نحصلو على لو جيرونديف بريزون؟ طبعا أون سو باز، إذن هنا نركز على لا بخوميييغ بيغسون دو بلوريال دو لانديكاتيف، نركز على الضمير الأول من الجمع خاص ب لو بريزون دو لانديكاتيف، خاص بالحاضر من هاد لوموط، الخاص بلو بريزون دو لانديكاتيف. إذن إكزومبل أمثلة تروفي، إذا أخذنا الفيرب تروفي طبعا نقول جو تروف، تي تروف، إل تروف، ثم نقول نو تروفون، نحن نجد. إذا طبعا سنركز على هاد الضمير. نعود إلى صرف الفعل مع نو ولكن في لو بريزون دو لانديكاتيف. طبعا سنقول مثلا في حالة الفيرب تروفي سنقول نو تروفون، نحذف أو إن إس ثم نضيف مكانها أن تي فنحصل على تروفون. وكذلك لو فيرب ألي سنقول ألون أو نالون، ذاهبا أو بالذهاب. ثم عندنا لو فيرب بخوندر مثلا، إذا لا بخوميييغ بيغسون دي بلوريال دو لانديكاتيف، إذا سنقول نو بخونون. بنفس الطريقة نحذف أو إن إس ثم نضيف أن تي سنقول بخونون. ثم فينيغ بو لا بخوميييغ بيغسون دو لانديكاتيف، c'est-à-dire du présent de l'indicatif، et de نقول nous finissons، et de ثم نقول finissons ou bien en finissons. ثم ننتقل إلى le gérondif passé، et de le gérondif passé est une forme conjuguée، et de نتكلم عن شكل مصرف indiquant أنه يدل على une notion d'antériorité، et de يدل على مفهوم الأسبقية. construction du gérondif passé، تركيب هذا الشكل هذا، c'est une forme composée، إذا نتكلم عن شكل مركب، en utilisant le participe présent de l'auxiliaire être. قبل قليل كنا نتحدث عن الشكل الذي نحصل عليه من خلال الفعل. نأخذ الفعل ونصرفه مع نو في البريزون، نحذف لي تيرمينيزون ونضيف ALT. إذا نتكلم عن الفعل بحد ذاته هو الذي نقوم عليه بهاد التغييرات. أما هنا فهذه التغييرات ستحدث على لو فيرب إتر أو أفواغ. إذا لو فيرب إتر نقول إتون، لو فيرب أفواغ سنقول أيون، الذي سنضيف له ماذا؟
Et on rajoute, tout le monde dit le participe passé. كما كان يحدث مع بقية الأزمنة التي رأينا. Et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer. إذا نضيف له le participe passé الخاص بالفعل الذي نريد تصريفه. إذا طبعا بدل أننا نقوم بالتغييرات على الفعل نحذف le terminaison ونضيف أنت. إذا هنا هذا سنقوم به على l'auxiliaire être ou avoir. ثم نضيف له participe passé الخاص بالفعل qui s'accorde selon les règles d'accord du participe passé الذي سيجري عليه نفس القوانين التي رأينا فيما سبق خاصة إذا كان هذا الفعل مصرف مع être إذا تحدثنا عن المؤنث نضيف e إذا تحدثنا عن المذكر نحذف e إذا تكلمنا عن الجمع نضيف s إذا تكلمنا عن المفرد نحذف s اكزامبل أمثلة إيطون أغيفي لاحظ هنا إيطون عادية لكن أغيفي أضيفت لها إس إذا نتكلم عن جمع هنا واضح بأننا نتحدث عن جمع الفعل مصرف مع إيطخ رغم أن كلمة ثابتة لكن مادام أننا نتحدث عن جمع سنضيف إس طبعا الجمع يتعلق بنو الجمع يتعلق هنا بنو نحن إذا نتكلم عن جمع nous avons téléphoné à nos amis نحن هاتفنا أصدقاءنا est-on arrivé كما نقول بالوصول أو كوننا وصلنا est-on arrivé بالوصول كما نقول أو كوننا وصلنا المقصود هنا عندما وصلنا nous avons téléphoné à nos amis نحن هاتفنا أصدقاءنا اتصلنا هاتفيا بأصدقائنا ayons vendu notre voiture كما نقول هنا ببيع سيارتنا ayons vendu notre voiture ببيع سيارتنا كما تلاحظون الفعل تصرف مع ayons اللي هو لو participe présent du verbe vendre إذن هذا vendu اللي هو لو participe passé du verbe vendre ayons هذا لو participe présent du verbe avoir ثم عندنا vendu c'est le participe passé du verbe vendre اذا طبعا كما تلاحظوا ما وقعش تغيير ماشي بحال الا صرفنا الفعل مع être بحال عندنا في الاول être اذا ayons vendu notre voiture nous ne pouvons pas venir بما اننا بعنا سيارتنا لم نستطع المجيء إذا بعنا سيارتنا ولم نجد وسيلة نقل لنأتي عليها. Ayons vendu notre voiture, nous ne pouvons pas venir. نحن لم نستطع المجيء. إذا طبعا بما أننا سنحتاج في هذا الشكل الفعلي سنحتاج إلى l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. طبعا الشكل الفعلي لهذا المساعدين سيكون ثابتا. Ayons بالنسبة لavoir étant بالنسبة لإتر ثم نضيف لأحدهما لو بارتيسيب باسي إذا كما تلاحظوا بأن هذا الشكل الفعلي خاصة فيما يتعلق بلو بارتيسيب بريزون إي لو جيرونديف بريزون أنه تقريبا نفسه كما تنشوف هنا لو جيرونديف باسي المفروض أننا نصرفو لوكسيليير إتر أو أفوار في لو جيرونديف بريزون على طول الصرف أننا في كل مود تلقى واحد لو طون سامبل ثم في المقابل ديالو تلقى أن نوتخ طون كومبوزي إذا أخذنا لو فيرب بخوندر مثلا إذا عندنا في البخيزون جو بخون إذا صرفنا مباشرة الفعل في البخيزون ثم غنمشيو لباسي كومبوزي المقابل له غنمشيو للزمن المركب المقابل لهاد لو بخيزون إذا في الزمن التالي المقابل له بدل أننا نصرفو الفعل في البريزون هنا تنصرفو لوكسيليير هو اللي تتصرف في البريزون ثم نضيف له البارتيسيب باسي اذا دائما من الزمن الاول اللي على اليسار تلقاو زمن مركب انطلاقا من هذا الزمن الاول اذا هذا الزمن الاول اللي هو لو بريزون ديال لو فيرب بروندر في الزمن الثاني اللي تنصرفو في البريزون هو لوكسيليير يا اتر او افوار كما عندنا هنا
هنا عندنا avoir طبعا. ثم اللي مشينا l'imparfait. l'imparfait كما تشوفوا هو زمن بسيط عنده لا تيرمينيزون الخاصة به نضيفها للفعل. طبعا في المقابل ديالو l'auxiliaire هو اللي تيتصرف l'imparfait نضيف له لو participe وحنا حصلنا على زمن اخر مركب مقابل له. الى مشينا لو باسي سامبل طبعا عندنا جو بخي تي بخي الى غير ذلك. هذا لو باسي سامبل الخاص بفعل بروندر في المقابل ديالو لوكسيليير هو اللي تيتصرف لو باسي سامبل تنضيفو له لو بارتيسيباسي تنحصلو على زمن مركب اخر. الى مشينا لو فيتور سامبل جو بروندري الى غير ذلك هذا ستانتون سامبل هذا زمان بسيط هذا زمان بسيط تيتصرف فيه الفعل بوحدو عندو لي تيرمينيزون الخاصة به. في المقابل ديالو على اليمين في المقابل على اليمين عندنا لو فيتور اونتيغيوغ هذا ستانتون كومبوزي هو زمان مركب اشنو تنصرفو فيه. اذا انطلاقا من لو فيتور سامبل هنا تنصرفو لوكسيليير لوكسيليير هو اللي تنصرفو في لو فيتور سامبل ثم نضيف له لو بارتيسيباسي. إذا فنحصل على أن أوتخ طون كومبوزي نحصل على زمن آخر مركب مقابل هاد الزمن وهكذا. مثلا إذا ذهبنا إلى لو مود سيبجونكتيف نفس الشيء عندنا لو سيبجونكتيف بخيزون إذا نأخذ الفعل نصرفه في هاد الزمن إذا هو إلى حد ما زمن بسيط لكن في المقابل ديالو لو سيبجونكتيف باسي لوكسيليير هو اللي تنصرفو في لو سيبجونكتيف بريزون نضيف له لو بارتيسيب فنحصل على لو سيبجونكتيف باسي. ثم عندنا لامبارفي دو سيبجونكتيف هو ايضا الى حد ما هو زمن بسيط. ثم عندنا في المقابل ديالو لو بليس كو بارفي دو سيبجونكتيف اذا نفس الشيء غناخدو لوكسيليير هو اللي غنصرفو في الزمن المقابل ديالو على اليسار اللي هو لامبارفي دي سيبجونكتيف. اذا غنصرفو لوكسيليير افوار كما عندنا هنا ثم نضيف له لو بارتيسيب باسي فنحصل على لو بلوس كو بارفي دي سيبجونكتيف. اذا ذهبنا الى لو كونديسيونيل اذا نفس الشيء ان طون سامبل اللي هو لو كونديسيونيل بريزون ثم عندنا في المقابل ديالو لوكسيليير هو اللي غيتصرف في لو كونديسيونيل بريزون نضيف له لو بارتيسيب باسي فنحصل على لو كونديسيونيل باسي. في الامبيراتيف نفس الشيء ثم في لو بارتيسيب نفس الشيء وهكذا. ايضا في لو جيرونديف كما راينا عندنا انا ان برونو ثم عندنا اون ايون بري اذا نفس الشيء لوكسيليير افوار هنا نصرف في لو جيرونديف بريزون في حين ان التعريف عندنا هنا في حين عندنا انا لوكسيليير اتر او افوار مصرفين لو بارتيسيب بريزون لو جيرونديف اي لو بارتيسيب بريزون مع بعض الفرق في المعنى. الاول تنعتبره كادفيرب والاخر طبعا تنعتبره معبر على لا سيمولتانيتي على التزامنيه. ثم عندنا لو مود انفينيتيف طبعا هو الحاله الفعليه اللي تكون فيها الفعل ما مصرفش. اذا الانفينيتيف اي تان مود امبيرسونيل سي لا فورم نون كونجوغي دان فيرب. إذا نتكلم عن الحالة التي لا يكون فيها الفعل مصرفا لي طون دو لانفينيتيف سون. إذا كما نقول أزمنة الفعل غير المصرف هي إذا عندنا لانفينيتيف بريزون لانفينيتيف بريزون دو فيرب إي سا فورم نومينال إذا هي الشكل ديالو الإسمي سيتادير سون كونجيغيزون بما معناه بدون تصريف ني بيرسون ني نومبر ني طون. إذا لا نتكلم هنا عن الضمائر ولا نتكلم عن الجمع او المفرد ولا نتكلم ايضا عن الزمن. اكزامبل امثله لو فير مانجي لو فير فينير لو فير بروندر لو فير اتر لو فير افوار الى غير ذلك. سون امبلوا اي تري اتوندي سون امبلوا اي تري اتوندي اي سا فونكسيون غراماتيكال تري فاري. استعمال هذا الشكل الفعلي الغير مصرف طبعا انه جد ممتد تستعمل في عدة معاني فقط من باب المقارنة عندما نقارن باللغة العربية أحيانا يأتيك المصدر. إذا son emploi est très étendu et sa fonction grammaticale très variée. Il sert souvent
أنه يصلح في الغالب أutiliser un verbe à la place d'un nom. إذن في الغالب نستعمل الفعل مكان اسم. Example: Je vais casser les œufs. Je vais casser les œufs. أنا سأكسر البيض. Je vais casser les œufs. إذن كما تلاحظوا verb casser أنه الانفينيتيف. لماذا؟ لأنه أتى بعد فعل آخر. طبعا هناك حالة أخرى، مثلا عندما يأتي الفعل من بعد de أو بعد pour إلى غير ذلك أنه يكون الانفينيتيف. Je vais casser les œufs. Je vais casser les œufs. أنا سأكسر البيض. كما نقول أنا سأذهب لتكسير البيض، ممكن يكون هذا المعنى. ثم عندنا ليغ est indispensable. ليغ كما لو نقول هنا قرأ est indispensable، أنها ضرورية. ولكن المقصود به هنا القراءة ضرورية، يعني أن يقرأ الإنسان ضروري، أن يقرأ الإنسان ضروري. ثم عندنا il espère répondre rapidement، إذن هو يتمنى répondre كما نقول أجابة rapidement بسرعة. المقصود هنا هو يتمنى أو يأمل بمعنى أصح répondre الإجابة، هو يأمل الإجابة rapidement بسرعة. إذن هو يتمنى تكون الإجابة في وقت قريب سريع. كما تلاحظوا مرة أخرى بأن répondre جا بعد لو فيرب espérer، إذن طبعا سيكون الانفينيتيف، ولكن من حيث المعنى أنه تفيد هذا الأمر، تفيد أنه هو يأمل الإجابة rapidement بسرعة. ثم j'ai un cours à donner. أيضا عندما يأتي الفعل بعد هذا أ، أيضا عندما يأتي الفعل بعد أ نتكلم عن هذا أ لا بريبوزيسيون أ، لا نتكلم عن أفواغ، نقول il a donné. هذه حالة أخرى، هو أعطى، هذيك أ ديال أفواغ، هنا تنتكلم على أ اللي فوق من هاد لاكسون. إذا نتكلم عن لا بريبوزيسيون أ، الفعل ملي تيجي بعد منها أنه ما تيتصرفش. جي أن كور، أنا عندي درسون أ دوني، كما نقول للإعطاء، المقصود هنا للإلقاء. عندي درسون لأعطيه للتلاميذ مثلا. جي أن كور أ دوني إلى غير ذلك. وقيس على هذا طبعا l'emploi de l'infinitif passé est une forme conjuguée indiquant une notion d'antériorité. L'infinitif passé هي واحد الشكل فعلي مصرف تيدل على الأسبقية، تيدل على واحد الفعل سبق الآخر. إذن la construction de l'infinitif passé، إذن تشكيل هاد الشكل الفعلي، c'est une forme composée، إذن نتكلم عن الشكل مركب. On utilise l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif présent بنفس الطريقة، غنستعملو être ولا avoir هما اللي غنستعملوهم في الانفينيتيف، في مكان الفعل اللي شفنا قبل قليل أنه ما تنصرفوش. إذا نتكلم على الانفينيتيف بخيزان et on lui rajoute، ثم نضيف له le participe passé. إذا حتى هذه ضافوا لها le participe passé. إذا نضيف لها le participe passé du verbe à conjuguer qui s'accorde selon les règles d'accord du participe passé. بنفس الشكل إلا كنا استعملنا l'infinitif présent مثلا du verbe être de l'auxiliaire être le participe passé le régime بعد il s'accorde. نضيف e في حالة المؤنث، نضيف s في حالة الجمع، أو نضيف es في حالة المؤنث الجمع. نقول هنا مثلا après être arrivé، بعد كوننا الوصول، بعد كون الوصول. المقصود هنا بعدما كنا وصلنا، أو بعدما كنتم وصلتم، أو بعدما كانوا وصلوا، أو بعدما كانوا وصلوا. لأن تنشوفوا arrivé عند واحد s، إذا نتكلم عن الجمع هنا. إذا après être arrivé، هنا شكون اللي غيحدد واش كوننا نحن الذين وصلنا، أو كونكم أنتم وصلتم، أو كونهم هم وصلوا؟ هي بقية الجملة. nous avons téléphoné à nos amis، نحن هاتفنا أصدقائنا، بنفس الشكل كما رأينا مع لو جيرونديف باسي. إذا après être arrivé كما نقول بعدما كوننا وصلنا،
بعد كوننا وصلنا أو بعدما وصلنا nous avons téléphoné à nos amis. ثم nous regrettons d'avoir vendu notre voiture. Nous regrettons d'avoir vendu notre voiture. إذن نحن نأسف. Nous regrettons. نحن نأسف. نأسف ماذا؟ D'avoir vendu. بأن بعنا أو بأن بعتم أو بأن باعوا بأن تم البيع بمعنى آخر notre voiture لسيارتنا. إذن d'avoir vendu كما تنشوفو راه ما عندهاش واحد اتصال ب بواحد الضمير، ولكن شكون اللي تيخليها تمشي مع واحد الضمير معين بحال اللي عندنا هنا أن تتهمنا نحن notre voiture ثم قبلها nous regrettons d'avoir vendu notre voiture. إذن حسب هذا المعنى ممكن نكون نحن الذين بعنا السيارة أو غيرنا من باع السيارة ونحن الذين نأسف. Nous regrettons d'avoir vendu notre voiture. طبعا كما تلاحظوا بنفس الطريقة مادام أننا سنستعمل هنا طبعا لوكسيليغ أفواغ أو بيان لوكسيليغ إتخ لحساب المعنى طبعا إمتى غنستعملو إتخ أو أفواغ طبعا تنستعملو إتخ ملي تيكون الفعل متعلق بنا حنا أبخيز إتخ أغيفي حنا اللي وصلنا إذن طبعا غنستعملو إتخ في جميع الحالات الصرفية اللي شفنا دائما نفس المبدأ تقريبا اللي هو الفعل توقع لي أنا اللي وصلت ماشي وصلت شي حاجة أو وصلت شي شخص. هنا في هذه الحالة تنستعمل أفواغ ولكن مادام أنني وصلت طبعا لو فيرب أغيفي هو في طبيعته تعني هذه المسألة تعني بأن الشيء هو اللي وصل أو الشخص اللي وصل. كاين أفعال أخرى تجي إلا بغيت نقول بأن أنا وصلت حاجة أخرى أو وصلت شي شخص كاين أفعال أخرى تقول هذا. الأفعال الأخرى طبعا غتكون متصرفة مع أفواغ. إذن بحال هنا أبخيز إتخ أغيفي أو مثلا في لو باسي كومبوزي نقول نو سوم أغيفي نحن وصلنا. إذن طبعا سنصرف نفس الفعل مع لوكسيليغ إتخ على طول الصرف اللي شفنا بجميع الأنواع ديالو والتشكلات ديالو بجميع أنواعه. طبعا نتكلم على لي طون كومبوزي طبعا هنا ملي تنتكلمو على واش نصرفو هاد الفعل مع إتخ ولا أفواغ راه هنا تنتكلمو على لي طون كومبوزي. أما في حالة لي طون سامبل ما تيطرحش هاد المشكل. علاش؟ لحقاش نصرفو الفعل بنفسه تنزيدو لي تيرمينيزون. ولكن في لي طون كومبوزي هنا فين تيطرح المشكل ديال واش نصرفو الفعل مع أفواغ ولا إتخ. مثلا في الحالة الثانية نو روغريتون دافواغ فوندي. علاش استعملنا فوندي مع أفواغ؟ لأننا تنتكلمو على بيع سيارة ماشي الشخص هو اللي غيتباع ماشي هذاك لو سوجي الفاعل هو اللي غيتباع. إذا نو روغريتون نأسف على ماذا؟ دافواغ فوندي بأن بعنا كما نقول نوطخ فواتيغ. إذا طبعا سنستعمل هنا أفواغ مع فوندغ ولا نستعمل إتخ وإلا سيكون المعنى بأننا نحن الذين تم بيعنا. إذا طبعا كما قلنا سنستعمل لوكسيليغ أفواغ أو لوكسيليغ إتخ واحتمال نستعملوه ثم نضيف له لو بارتيسيباسي. طبعا سنقول أفواغ أو بيان إتخ. إذا الفعل ما مصرفش ثم نضيف له لو بارتيسيباسي فنحصل على هذه المعاني التي ذكرنا قبل قليل. وهكذا سنكون قد أنهينا هذا الملف المتعلق بالصرف. نتمنى أن تكون هناك فائدة من هذه الشروحات. نلتقي في فقرة قادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.